فيه موضوع قبل ما نروح مواضيع اخرى، في موضوع في ولاية خنشلة. ولاية خنشلة الان فيه يعني تهييج للشعب، هذو عم كبار العرش او كبار العروش في خنشلة، هاك تشوف فيهم كبار، راحوا لولاية خنشلة وداروا لقاء مع الوالي. هذو الشيوخ اللي راهم هنا، المعلومات اللي عندي انه والي ولاية خنشلة تدخل في صراع بصراحة لا يعنيه. لماذا؟ لأن المعلومات اللي عندي أنا أنه فيه صراع داخل المجلس الشعبي الولائي لابيوي ما بين بعض الأعضاء اللي عددهم كبير، نقدر نذكر أسماءهم، وما بين رئيس المجلس الولائي اللي هو هذا اسمه أحمد سحاب. صراع بيناتهم، صراع أحزاب وصراع كذا وكذا وكذا، ومرات يخليهم يدخلوا ومرات يصروا مشاكل. الوالي تدخل لصالح رئيس المجلس الشعبي الولائي ضد النواب ورفع دعوة قضائية ضدهم، والقضية مطروحة في العدلة، وكاين صراع مشاكل عروشية وكذا، وتعرفوا الوضع في خنشلة للأسف الشديد كارثي. أنا لازم ندير قناة نسميها قناة خنشلة، لأنه مشاكل خنشلة ما يخلصوش، يوميا يوصلني من الملف على خنشلة. خنشلة واد سوف لازم لهم قناة وحدها اسمها قناة واد سوف، قناة خنشلة. أوكي، قلنا أنه الصراع هذا اللي دخل فيه الوالي، من المفروض الوالي يكون مترفع ما يدخلش في هذا الصراع بيناتهم، يتخذوا خاصة ولاة بلاد، ولاة نفس الولاية وعروش وكذا، خليهم بيناتهم. الوالي تدخل ورفع دعوة قضائية ضد هذوك النواب، وقال لك راهم يحبوا يعرقلوا السير الحسن، لأنه لابيوي جاية داخل الولاية، قال لك راهم سكروا الباب وكذا وكذا. وهذه الأمور حسب ما يقال، الله أعلم، قال لك غير صحيح. المهم الوالي انحاز إلى نقطة ثانية اللي ممكن نتكلم عليها وهي مهمة جدا نفس الشيء. دعوني نسمعوا لهذا، والله نشوف مواضيع أخرى، لا نسمعوا هذه بعد أوكي لأنها مهمة، اسمعوا لهذه المقطع بعد نعود نرجع النقاش. سيد جولبرغ، البداية بما تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال افتتاح أشغال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث عن أمر لافت وهو قضية ضرورة إصلاح هياكل هذه المؤسسة الأممية، وخاصة ما تعلق الأمر بمجلس الأمر، لكنه لم يتحدث عن التفاصيل. هل من تفاصيل عن الإصلاحات الحقيقية التي تريدها واشنطن في هذه الهيئة؟ نعم، شكرا على سؤالي. أنا الإسلام من أهم أولويات لدينا من جانب الولايات المتحدة هذه السنة في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، لأن نحن نرى أن لازم هذه المؤسسة الأمم المتحدة تمثل كل الدول في العالم، ليس فقط الدول الكبرى، دول غنية، دول غربية، لا، لازم هذه المؤسسة وكل المؤسسات الدولية الأخرى مثل المصرف الدولي، مثل صندوق النقد الدولي، كلها لازم تمثل كل الدول في العالم، لازم تمثل كل الشعوب في العالم، ولازم تكون أكثر فعالياً، أكثر شفافياً، أكثر شمولياً. إذن لذلك نحن نرهب مشاركة الجزائر مثلاً في المجلس الأمن، ولكن هذا ليس كافي. نحن نريد أن نرى دول مثل الجزائر تشارك في كل المؤسسات الدولية، في كل اللجنات واللجان لديها هذه المؤسسة الأمم المتحدة، لأن فعلاً هذه الإدارة ترى أن حان الوقت. كنا نتكلم حول الإصلاح منذ سنوات بالنسبة للأمم المتحدة، ولكن هذه الإدارة ترى أن حان الوقت لنمر من الكلام إلى الفعل. إذن هذا يعني لقاء مراسل قناة الجي 24 مع متحدث من بين المتحدثين، لأنه في الخارجية الأمريكية عندهم كثير متحدثين، هذا متحدث من متحدثي الخارجية الأمريكية، طرح له سؤال وسيد جاوب ب يعني ب تلقائية وبعادية، وقال كذا كذا كذا، وأنا أرحب بانضمام الجزائر إلى مجلس الأمن، ويعني أمر عادي. نعم، أقول هذا الكلام لأن الجزائر تم انتخابها قبل أشهر كعضو غير دائم في مجلس الأمن، تم انتخاب الجزائر كعضو غير دائم لأنه كان الأعضاء الدائمين معروفين خمسة كبار في العالم اللي هم روسيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وبريطانيا، هذو أعضاء دائمين، أعضاء دائمين اللي عندهم حق الفيتو.
كاين اعضاء يسموهم اعضاء غير دائمين، هذو يتم انتخابهم كل دوره. الدوره اللي فاتت نظن كانت الامارات العربيه كانت عضو في مجلس الامن او اليمن، والله ماني عارف اليمن ولا الامارات، مهم دوله عربيه اذا كانت تقدر تصحح لي يا الحراشي. اذا كانت دوله من الدول العربيه كانت عضو في مجلس الامن عادي، عضو غير دائم. وفي الدوره الجديده هذه دوره 78 هذه تم انتخاب الجزائر من قبل اعضاء كل، تم انتخابها الجزائر ترشحت كعضو غير دائم في المجلس الامن وتم انتخابها. اذا الجزائر عضو غير دائم، اوكي، الى حد الان امور بسيطه عادي جدا، يعني مش انجاز عظيم. والجزائر انضمت لانه كي تسمع هذا تفهم باللي الجزائر انضمت، يعني امريكا ترحب بانضمام الجزائر الى مجلس الامن كعضو غير دائم، تم انتخابه وليس تعيينه، ماهوش امريكا اللي حطتنا، تم انتخابنا كدولة في مجلس الامن كعضو غير دائم، امور عادية. لكن اي مواطن بسيط يجي يقرا صحافة حك تربح الإذاعة الجزائرية خبر عاجل وهام، سام روبرت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريح للبعثة الإعلامية الجزائرية، الولايات المتحدة تدعم انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن الأممي. وهذا غير صحيح، يكذب، لم يدعم، ما قالش يا سيدي، علاش تكذبوا على الناس؟ وزاد الحياة هام، الولايات المتحدة تعلن دعمها انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن، وزيد وزيد وزيد، الصحافة كلها هام وعاجل وخبر عاجل وهام، أمريكا تدعم. يعني هذا يسموه تضليل إعلامي ورخص إعلامي وطحين إعلامي، وهذا يا واحد اللي مشتاق أنه يلقى حاجة ويدير عليها سيناريو ويدير عليها قصة، ويعني يبحث على أي شيء يحقق من خلاله انتصار. يعني يحبوا يوهموا الشعب الجزائري، وهما الشعب الجزائري فايق، أنه الجزائر في هذه القمة راح تنضم لمجلس الأمن، تولي هي صافي، تولي الجزائر مع بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وأمريكا، صافي يولوا ستة، الجزائر تولي معاهم هي السادة. أنا كي نقرأ كيما هكذا، كي نقرأ وش راه يقول هنا، كي نقرأ هابت حناشي وش يقول، الولايات المتحدة تدعم تعلن دعمها انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن، وتقرأ الإذاعة الوطنية وتقرأ الجرائد الأخرين كلهم بزاف هنا انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن الأممي، تو وش تفهم؟ انت كقويدر والله كقدور الهايشه والله دعمان بن قويدر قاعد في داركم وتقرا خبر كيما هذا، واش تقول؟ الجزائر راهي راح تدخل المجلس الامن يا عازرين، واللي عنده حق الفيتو، معناتها الجزائر واللي عنده حق الفيتو، تضرب الطابله وتشكر. بس هذا كذب، علاش تكذبوا على الناس؟ هذا اسمه تغليط وتضليل، تكذبوا على الناس، يعني تكذبوا على الناس تحوسوا تخدروهم. الجزائر راح تولي عندها حق الفيتو، رخص وطحين ما بعده طحين. لكن واحد كيقول لهم الحقيقه يقول لك هذا ضد الوطن، انت ماكش حاب الجزائر تنضم للمجلس الامن، يا حمار يا زايله، الجزائر انضمت بالانتخاب كعضو غير دائم، كعضو غير دائم عام وطبق، باش تنضم لمجلس الامن كعضو دائم، هذا راهو مشروع الامم المتحده، ممكن يتحقق بعد 5 سنوات او 6 سنوات، ولكن ليس الجزائر. المشروع الأممي وأمريكا اللي تكلمت عليه كذا يريدون فتح مجلس الأمن لأعضاء آخرين في المستقبل، ممكن في 5 سنوات 6 سنوات، ممكن راهم يناقشوا، ممكن من كل قارة يزيدوا دولة أو دولتين، ودولة أو دولتين من كل قارة لازم انتخابات، القارة نتاعك هي اللي تنتخبك، الولاية نتاعك اللي هي القارة هي اللي تنتخبك، مثلا إفريقيا يجتمعوا كل الدول الإفريقية وينتخبوا دولة أو دولتين يكونوا أعضاء دائمين، دائمين بالإضافة إلى الأعضاء الأصليين هما 5 كما البريكس، البريكس دركا كاين 5 دائمين، وممكن زادوا لهم هذول اللي راهم زادوا هذو الدول السعودية وكذا كذا، أصبحوا أعضاء دائمين ولكن إضافيين. معناتها في مجلس الأمن نفس الشيء، حتى يفتحوا مجلس الأمن لأعضاء آخرين يبقوا الأعضاء المسيطرين الشوكر تاع العالم هما 5 ما يتبدلوش، ويزيدوا لهم ناس اخرين باش يرضوهم يسكتوهم. في افريقيا ممكن تكون الجزائر، ممكن تكون جنوب افريقيا، ممكن تكون مصر، ممكن نيجيريا، لانه هذو 4 دول عظمى في افريقيا، في افريقيا كاين 4 دول عظمى، مصر الجزائر نيجيريا وجنوب افريقيا. ها
هذه الأربع دول العظمى فيهم واحدة أو زوج اللي ممكن يتم انتخابهم لكن بعد 5 سنوات أو 6 سنوات، مش اليوم. اليوم الجزائر تم انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وهذه مش أمريكا اللي دارتها والله رحبت ولا انضمت، لا، الجزائر رحبت لأنه مقر الأمم المتحدة في نيويورك، معناتها راح يولي عندنا ممثل الجزائر في نيويورك في مجلس الأمن. أمريكان قالوا مرحبا بك، نعطوك كاس جي، كاس كروت وكاس جي، مرحبا بك. هذا ما كان، رحبوا بك بصح مانيش حنا اللي نعينوك، راه تم انتخابك تخبوك أعضاء وراك عضو غير دائم، رحبوا بك. لكن التضليل الإعلامي والتغليط الإعلامي خليك تتخيل أن الجزائر أصبحت عضو في الأمم المتحدة في مجلس الأمن وعندها حق الفيتو، تضرب الطابلة.